في التشبيه تقريبا، لأن القسم الثاني من التشبيه يكون على شكل الضمني أخذنا؟ نعم سنأخذ المقلوب إن شاء الله. أنا في الكلام عكست الموضوع، عكست ما تبعت صحيح. فقلنا التشبيه الضمني، أخذنا التشبيه الضمني في المرة الماضية، قلنا هو أسهل الأنواع، ودرسنا اليوم سيكون عن التشبيه المقلوب، صحيح الكلام؟ نعم. وقلنا التشبيه الضمني عرفناه، وقلنا تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل ذو المحال في التركيب، وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن، أي ممكن التصور والوقوع. نعم. ووضعنا بعض الأمثلة، وقلت أنا يعني أكملوا بعض الأمثلة يعني وحدكم. واضح هو التشبيه. تشبيه ما في، لأن الجزء الثاني منه وكأنه حكمة، وكأنه حكمة تتضمن معنى الشطر الأول من البيت أو حتى من النثر أحيانا. ونبدأ الآن معناها بدون إضاعة الوقت، لكن أنا قبل أن أعطي أغراض التشبيه أريد أن أمر إلى التشبيه المقلوب. سأترك أغراض التشبيه آخر شيء. التشبيه المقلوب قال هو جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر. مقلوب جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر، يعني لما قال وبدا الصباح كأن مرته وجه الخليفة حين يمتدح. المفروض شبه الصباح بوجه الخليفة، هو هو المفروض وجه الخليفة كالصباح، فهو هنا مقلوب، فيقول ما الذي استدعاه إلى هذا القلب؟ قال ادعى أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر. نعم. قال وبدا الصباح كأن غرته، الغرة هي يعني البداية، بداية الصباح، ووجه الخليفة حين يمتدح. البيت الثاني هو مشروح بطبيعة الحال، لكن يعني من باب فقال هنا عكس وقلب للمبالغة والإغراق بادعاء أن وجه الشبه أقوى في المشبه. والبيت الثاني قال كأن سناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد. يقول في برق السحابة الذي استمر لمعانا طوال الليل بتبسم ممدوحه أو ممدوحة حينما يعد بالعطاء ممدوح أولاده، يبتسم ممدوحه حين يعد بالعطاء. ولا شك أن لمعان البرق أقوى من بريق الابتسام، فكان المعهود أن يشبه الابتسام بالبرق كما هي عادة الشعراء، ولكن البحتري قلب التشبيه فشبه البرق بالابتسام بدل أن يشبه الابتسام بالبرق. واضح؟ فمعناها العكس. أيضا أحن لهم ودونهم فلات، أحن لهم ودونهم فلات كأن فسيحها صدر الحليم. يعني يشبه الفلات بأنها صدر حليم، إنسان حليم، بدل أن يقول
الحليم صدره واسع كالفلاه. واضح؟ بالعكس بالمقلوب. فيقول في المثال الثالث: شبهت الفلاه بصدر الحليم في الاتساع. وهذا ايضا تشبيه مقلوب. فقال: التشبيه المقلوب هو جعل المشبه به مشبها به بادعاء ان وجه الشبه فيه اقوى واظهر. نعم. نموذج اسفل الصفحه: كأن النسيم في الرقة اخلاقه. معناها كأن نقول أخلاقه كالنسيم في الرقة. أصل الكلام أخلاقه كالنسيم في الرقة، فمعناها المشبه هي جعلها مشبها به هنا. أخلاقه التي هي المفروض مشبه، وكالنسيم أو كأنها النسيم مشبه به، وفي الرقة هي وجه الشبه. التي بعدها: كأن الماء في الصفاء طباعه. طباعه في الصفاء أو صفاء. نعم. فمعناها طباعه مشبه، جعلها مشبها به. وأيضا كأن الماء أصبحت هنا مشبه بدل مشبه به، عكس الموضوع أو قلب. وفي الصفاء هي وجه الشبه. والمثال الثاني على نفس المنوال، والثالث نفس على نفس المنوال. قال: كأن ضوء النهار جبينه أو جبينه. جبينه كأن معناها جبينه، كأنه ضوء النهار. جبينه ضوء النهار قال هو المشبه، وجبينه المشبه به. ووجه الشبه الإشراق، وقال أنه مقلوب. مش موجود الوجه الشبه؟ لا، وموجود الإشراق. ضوء النهار كيف يكون مشرقا؟ احنا نعرفه مشرقا ومش مش مذكور في هذه الجملة، ليس مذكورا في السابقة مذكور. أما هنا لما قال، لو قال جبينه كأنه الضوء، قلنا إضاءة، ما نعلم ما هي الإضاءة. لما قال ضوء النهار فمعناها من ناحية الإشراق. محلول على كل حال التمرين هذا، يعني لا أتي أنا بكلام من عندي، موجود في الكتاب. كأن أنا أقصد معناها كان في معنى السورة أخرى. نبقى جبينه كأنه ضوء النهار، يعني وجه الشبه ما حلو عملته. علاش ما حلو؟ ما ضوء النهار. ضوء النهار، فلو قلت كأنه ضوء صار مشبه ومشبه به. لما أضفت كلمة النهار، النهار فيه إشراق، فمعناها فيه وجه شبه حتى ولو كان معنويا. فيه وجه شبه ولو كان معنويا، ليس من الضروري أن يكون يعني لفظي بالكلمات. كأن نشر الروض حسن سيرته. سيرته حسن سيرته. حسن سيرته كأنه نشر الروض. فقال: حسن هي المشبه به. مشبه به. لو انا قرات، لو اتيت على الاصل، لو اتيت على الاصل مشبه هنا، لكن قريبة وصارت مشبه به. فقلنا حسن سيرته هنا هي المشبه به، ونشر الروض هي المشبه. ووجه الشبه قال جميل الاثر، او ممكن ايضا نقول طيب الرائحة. فمعناها نشر، النشر يعني المسك، الرائحة الطيبة. فهو كتب هنا جميل الأثر، والتشبيه مقلوب،
التشبيه مقلوب. أيضا لما كان التشبيه مقلوبا فيما يأتي؟ والصبح في طرة ليل مسفر، كأنه غرة مهر أشقر. لأن من الأصل أن تكون غرة المهر كالصبح. نعم، فمعناها الصبح لما يبدأ ويسفر ويضيء، يعني الفجر لما يبدأ يطلع الضوء ونقول عنها الإسفار، والإسفار يكون قبل الإشراق الشمس بقليل، تضيء الدنيا فنقول إسفار. فالصبح لما يبدأ بالإسفار، يبدأ بالخروج ويظهر في الليل، قال هنا كأنه غرة مهر أشقر. أشقر أي أحمر، غرة مهر يعني غرة بيضاء في حصان أو فرس أو مهر أحمر. فمعناها المفروض أن أشبه الحصان أو المهر الأحمر الذي في غرته بياض، أن أشبهه بالليل وقد طلع أو بدأ يطلع فيه الصبح، هكذا المفروض، لكنه قلب التشبيه فقال والصبح في طرة ليل مسفر كأنه غرة مهر أشقر. واضح؟ احنا نشتري كنشبه نقول كالصبح مش كالليل، يعني كيف شرجع من اصل التشبيه يقول غرة المهر الاشقر، هي محاور. نعم، وغرة مهر اشقري كأنها صبح في ضرة ليل مسفر، هكذا التشبيه. انا سمعتكم بقي قلتي كالليل، اذا كان ممكن ستطلع الكلام على لسان. فلا، الغرة هي الصبح. نعم. والمهر الأحمر هي الليل. نعم. هذا ما قصد به، فشبهه فقلب التشبيه فكان المشبه مهر أصبح مشبها به، وكان الصبح في طرة الليل هو المشبه به أصبح هنا مشبها، صح؟ وأيضا وجه الشبه معنوي، معناها بياض في سواد أو بياض في حمرار، معناها اشتراك لونين معا أو اشتراك ضدين، ممكن يكون الأبيض مع الأسود أو الأحمر مع الأبيض، طبعا هما ضدان في الأصل الأبيض والأسود، لكن أيضا الأحمر مع الأبيض يأتي كالضدين. القادمة هو قرينة، هو شواهده، هو شواهده سهلة جدا، فلذلك مرت بسرعة. بعيد على خاطري، مفهوم في بالي يعني قرينة، يعني أنا قلت لا لا لا، فقط فاتك الصفحة الأولى، التشبيه المفهوم والأمثلة الثلاثة مررنا عليها مرور الكرام. أي قاعدة نفهم أنا طويلة. البنات يشكون من أن الدروس غير مسجلة، مع أني سجلت كل الدروس. بلاغة العربية بشكل عام قالوا لي دروس غير موجودة، ما أدري سأسأل إن شاء الله فيما بعد. قال البحتري في حمرة الورد شيء من تلهبها وللقضيب نصيب من تثنيها، وشيء ونصيب ماذا تفعل؟ نعم، شيء ونصيب بمثابة الأدوات هذه. في حمرة الورد شيء من تلهبها، ما أدري ما الذي وصفه من المحتمل، لكن المهم المفهوم التلهب الاحمرار. نعم، في حمرة الورد يعني شيء من حمرة الورد، كأنه حمرة الورد، التلهب كأنه حمرة الورد لكنه قلبها، قال في حمرة الورد شيء من تلهبها، وربما يكون وصف فتاة وربما وصف ناقة. نعم، العجوز لا يبدو لي أنا كل واحد فيه تشبه مقلوب وحده. وللقضيب نصيب من تثنيها، هنا ممكن تصح على فتاة الكلام، تمايلها تثنيها كأنه
قضيب من نبت طريف يتمايل. هذا قصد كلام. وللقضيب نصيب من تثنيها. نصيب كأنه يعني يسمى كلمة نصيب هنا بأداة التشبيه. نعم. إنما أي شيء يشابه أداة التشبيه ممكن يأتي كأداة تشبيه. فمعناها أيضا تشبيه مقلوب. لو قال في الشطر الأول تلهبها كحمرة الورد وتثنيها كقضيب الغض. عليكم السلام ورحمة الله. فممكن يكون طبيعي أتى بالمشبه والأداة والمشبه به. وقال أيضا في وصف بركة المتوكل ولا بركة المتوكل بركة نعم في بالي بركة كأنها مفروض هو لما يأتي بالأمثلة يعني يوضح الأمثلة آتي بها مثلا قال البحتوري في ماذا يعني حتى لو طلعت أنا ما طلعت على كل ديوان البحتوري ما يكون شيء يعلمه الإنسان ليس كل شيء يعلمه الإنسان المهم وقال أيضا مع أن الكتاب معمول للثانوي مش معمول للجامعة يعني الثانوي المفروض يكون مشروع أكثر من هذا المفروض المهم الآن لدينا الكتاب الحاج وقال أيضا في وصف بركة ابن بحيرة كأنها حين لجت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديها يعني الأصل مش شبه يد الخليفة سفاء الخليفة على شوف التشبيه هنا مقلوب تحدث عن البحيرة وشبهها بالخليفة المفروض أن يقول الخليفة ويشبهه بتلك البحيرة فالتشبيه هنا مقلوب يعني إن قلبناها وقلنا يد الخليفة لما تعطي و يعني تتصدق على الناس وتجود على الناس نعم كأنها تلك البركة لما ما معنى سال واديها معناها تفجرت ينابيع الماء في أسفلها وجادت عليها فامتلأت فمعناها كأنها حين لجت في تدفقها لج في الأمر قال من باب ضرب وفتح تمادى واستمر يعني زاد في تدفقها زادت المياه فيها البحيرة كلها عبارة عن مياه في أسفل هاي تنبع من أسفل البحيرة فتصبح بحيرة أو سبب ثاني في بعض المناطق تكون عبارة عن تجمع لذوبان الثلوج على الجبال وهي ما عندنا من الحد العربي يعني ما لدينا موجودة في أوروبا موجودة في أمريكا أما عندنا في العرب ما عندنا بحيرات يعني من منبع ثلجي لكن هناك بعض الينابيع تغذى من ينابيع أو من مياه الثلوج أيضا يعني في بحر كأنه جبيرك وقد صدع منه دبر كأنه جمال محياك التشبيه الأول صارت جدويك كأنه بحر كأنه سفينة في بحر والتشبيه الثاني جمال محياك كأنه نور بدر صالح نعم هذا كله مقلوب فمعناها تشبيه مقلوب في كلا الجملتين قال كأن سواد الآن لدينا يعني خلط الموضوع وضع المقلوب تشبيه مقلوب وغير مقلوب وقال ميزي أو ميز التشبيه المقلوب من غير المقلوب فيما يأتي وبين الغرض من كل تشبيه الأغراض ما زلنا ما أخذنا نبين فقط مقلوب نعم كأن سواد الليل شعر فاحم مقلوب ونقدر أن نشبه الشعر بسواد الليل نعم الشعر الأسود القاتم أو الفاحم كما قالوا هنا كأنه سواد الليل قال أبو الطيب يزور الأعادي في سماء عجاجة
أسنته في جانبيها الكواكب. قال يزور الأعادي في سماء عجاجة، عجاجة قال غبار، أسنته هو رماح في جانبيها الكواكب. ما نوع؟ غير مقبول. نوعه؟ غير موجود. ضمني. أحسنت، لأن الشطر الثاني عبارة عن كان عن حكمة، أسنته في جانبيها الكواكب، فمعناها يزور الأعادي في سماء عجاجة، يعني كأنه أو على شاكلة أو مثل، أسنته في جانبيها الكواكب. نعم، التي بعدها. كأن النبل كلامه وكأن الوبل نواله. ليلى. نقول أصلها الوبل. أجمل فيه نعم. نعم. كلامه كأنه النبل. نعم. ونواله كأنه الوبل. نعم، فمعناها تشبيه مقلوب. قال قال الأبي وردي، أول مرة نسمع في هذا الشعر، شاعر فصيح راوية نسابة له مصنفات في اللغة لم يسبق إلى مثلها، وقد مات في أصفهان سنة 558 هجرية. نسبة أبي ورد في أوليدة، يعني بلدة صغيرة بالخراسان، آيات بعد الله. خراسان بعد إيران، يعني قريب من الهند. كلماتي قلائد الأعناق سوف تفنى الدهور وهي بواقي. كلماتي قلائد الأعناق، الشطر الأول بليغ، وسوف لحظة ما تكتبون، نقول كلماتي قلائد الأعناق، كلامكم صحيح هنا يعتبر بليغ، لكن لما قال سوف تفنى الدهور وهي بواقي، ولي ضمني أم ولي في وجه الشباب الموضوع؟ أليس هناك وجه الشباب؟ البقاء، البقاء طول البقاء، فمعناها الأداة فقط هي المحذوفة هنا. النوع مؤكد مجمل، مؤكد مجمل مفصل، يعني وجود وجه الشبه، فهو وجه الشبه سوف تفنى الدهور وهي بواقي. الكلمات والقلائد، وجه الشبه بينهما البقاء، طول البقاء. نعم، هو سيدتي في السؤال قال ميز التشبيه المقلوب من غير المقلوب، هنا التشبيه غير مقلوب. طالما قلت أعطيك نوع آخر فهو ليس مقلوب، واضح؟ نعم، لأنه ليس لدينا تشبيه غير مقلوب، ما في نوع اسمه غير مقلوب، فإما مقلوب أو نوع من الأنواع الأخرى. الآن أرسل أحد كتاب المأمون إليه فرسا وقال قد بعثنا بجواد مثله ليس يرام، فرس يزهى به للحسن سرج ولجام، وجهه صبح ولكن سائر الجسم ظلام، والذي يصلح للمولى على العبد حرام. التشبيه أين وما نوعه؟ الموضوع طبعا يصف فيه فرس أو جواد. نعم، جواد هو ذكر والفرس هو أنثى. نعم، المهم الجملة قد بعثنا بجواد مثله، شبه المأمون بالجواد لأنه جواد ليس يرام، يعني فما وجه الشبه وفما كل شيء مفصل مؤكد مفصل، فما الأداة، يعني قصدك في الكلمة بجواد هنا من الجنود؟ نعم. أم من بجواد من الفرس؟ جواد الفرس؟ أرسل جواد. نعم. جواد.
يولي مقلوب يولي مقلوب. حبيبتي يوسف يقول له على ايه فكري فيها وتكلم. هو وصف مباشر يعني مش مقلوب. نعم نقول قد بعثنا بجواب مثله ليس يرام، فمعناها ارسل خلص. وما فيها هنا اي تشبيه الان؟ لا هو مثل، هو يعني مثل الجواد شبيهه مثلا، يعني جواد الجواد هذاك يوسف الجواد كانه جواد كالمأموم، جواد مثله ليس يرام. هو وصف مباشر في يعني يبدا في المأموم، في المأمون عن طريق الوصف الجواد. يعني يقصد بكلمة هذا الجواد الذي أرسلته ليس هناك مثيل له. هذا وصف ليس إلا. البيت الثاني يقول فرس يزهى به الحسن سرج ورجام. مازال يصف، ما في تشبيه. مازال يصف. وجهه يا سناء صبح، هنا التشبيه. وجهه صبح ولكن سائر الجسم ظلام. تشبيه؟ وجهه نعم. صبح فقط بليء. نعم. هل فما مثل انه سيدتك مش قدرت تصمم؟ لا هنا يقصد على مثله انت. انا هنا في الهو في مثله وعلى مثله. على الجواب. على الجواب. لا يشبهه فمعناها التشبيه في البيت الثالث. وجهه سبحان تشبيه بليغ، سائر الجسم ظلام تشبيه بليغ. وينهي البيت بالأبيات يقول والذي يصلح للمولى على العبد حرام. ما في غير التشبيه البليغ، فمعناها كله وصف كان للجواد وفيه تشبيهان بليغان. بين تحب تعرف في مثله على من تعود. بين خلنا كذا شوف. حطينا كذا شرح على المأمون. ايه. شوالي مقلوب. يمدح في المأمون في نفس الوقت عن طريق الجواب، عن طريق وصف الجواب. بل أنا مش نسوي لها مقلوب حتى تعلم. نقول قد بعثنا بجواد ما ذكر الخريف نهائيا حتى أقول مقلوب. شوفي مثلا على الصفحة كأن سواد الليل شعر فاحم. أين المشبه به في الأبيات في البيت الذي تقولين عنه؟ كذب مثله وهي مثله هي هنا عبارة عن يعني أنا أصيبه بس أداة وصف المشاهدات يعني مقدمة ليس يراد مثله ليس مقدمة هي مش يقصد بأداة ما نضيع الوقت يا سناء يا سناء ما نضيع الوقت بمثله يعني أنه ليس له مثيل ليس لم يقصد بها أداة تشبيهنا أنه لهذا الجواد ليس له مثيل ما تجدي سوى هذا المقصود به ليس مثله تعود على الجواد لا تعود على الخليفة. فنقول كل الكلام الموجود في الأبيات هو وصف للفرس البيت الأول والثاني. الثالث يصف أيضا فيه لكن فيه تشبيه وجهه سبحان بليغ وسائر الجسم ظلامه أيضا بليغ فمعناها في إما وجهه يعني جميل كلمة سبحان أو ممكن يكون فيه بياض، ممكن يكون في وجهه بياض، وفي ينهي أيضا مدح للخليفة يقول ما يصلح للملوك لا يصلح للعبيد، فمعناها جواد عربي أصيل يصلح للملوك لا يصلح للموالي هذا ما قصد به. قال البحتوري يصف قصرا فوق هضبة. حول التشبيهات الآتية إلى تشبيهات مقلوبة وبين أيها أبلغ في رأسي شرفتين حصاها لؤلؤ في رأسي مشرفتين ولا شرفتين مشرفتين في رأسي مشرفتين حصاها لؤلؤ
وترابها مسك يشاب بعنبري. يصف قصران فوق هضبة أنه مبني على هضبة عالية. الهضبة هي عبارة عن جبل لكن تكون مستوية، يعني كما المنضدة هذه عالية وسطحها مستوي، فبنى قصره على تلك المشرفة أو تلك الهضبة، فقصد بكلمة مشرفة قصد بها الهضبة. حصاها القصر لؤلؤ أو القصر، حصاها لؤلؤ وترابها مسك يشاب بعنبري. حصاها لؤلؤ مش قصد بها القصر، معناها حولي يا سناء، إذا أنت فهمتيها حولي هلا شوفي كيف ستظهر. التشبيه المقلوب هو الآن هنا ليس مقلوبا. نعم، حولي التشبيهات الآتية إلى تشبيهات مقلوبة. اقلبي هلا شوف. حسيت ضمي مش بليغ. لا، أين البلاغة؟ ترابها مسك بليغ. ترابها مسك وحدها بليغ. حصاها لؤلؤ وحدها بليغ، لكن قال هو غير مقلوب. اقلبي التشبيه، اجعليه مقلوبا. السؤال اجعلي التشبيه مقلوبا. معناها لؤلؤ كأنه الحصى في رأس مشرفة، يعني شبه اللؤلؤ هو بالحصى. مش مقبول رأس مشرفة حصاها، فمعناها نقول هو شبه الحصى بطرفي التشبيه غير واضح. لا، هو البليغ. نعم، فيه تشابيه بليغة، لكن كيف سنقلبه إلى مقلوب؟ هذا اللي فيه الصعوبة. نقول حصاها لؤلؤ في رأسه، هو اللؤلؤ والحصى مش يتبدل. حصاها لؤلؤ وترابها مسك في رأس مشرفة يشاب بعنبر. هكذا تصبح تعكس، يعني نصف الكلام من الوسط يوضع أولا والنصف الاخر احنا المطلوب شنو معناها؟ يعني نقد المشبه يولي مشبه به. نعم، هنا شنو هو المشبه؟ المشبه هو الحصى. نعم، في راسي مشرفتين حصاها لؤلؤ والقصر. نعم، اللؤلؤ هو الحصى. وترابها مسك يشاب بعنبر. اين اللؤلؤ المشبه به؟ هو المسك والمسك والعنبر. ياخذ كل واحده واحده. اللؤلؤ مشبه به. خلي هذا التمرين انا ومركز عليه ان شاء الله واعود به. خاطر يلزمه الرجوع الى الديوان حتى يعلم الانسان ما معناه. مثلا معناها نرجع إلى أغراض التشبيه. نرجع إلى أغراض التشبيه. التشبيه المطلوب أعود إليه إن شاء الله بعد أن أركز أكثر. يقول البحتري داني
إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب كالبدر أفرط في العلو وضوئه للعصبة السارين جد قريب. يقول طبعا نصف البحتري هنا ممدوحه فيقول أنه قريب للمحتاجين بعيد المنزل بينه وبين نظرائه في الكرم بون شاسع يعني مسافة بعيدة. وهو هنا كالبدر هذا الخليفة كالبدر أو الممدوح كالبدر أفرط في العلو أبعد يعني بعيد جدا في الارتفاع ولكنه للعصبة السارين لمن يسير ليلا لمن يسير ليلا مضيء فمعناها الممدوح صحيح بعيد وهو كريم كأنه القمر عندما يكون بعيدا ويضيء الطريق للسارين أو المشين ليلا. طبعا التشبيه هنا تمثيلي تشبيه تمثيلي وهو تشبيه صورة بصورة وربطهما بأداة. قال النبي الذبياني كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. التشبيه أيضا هنا يشبه أن الذبياني ممدوحه بالشمس وأن الملوك كواكب حوله يعني هو ملك لكنه يشبهه بالشمس ويقول الملوك الآخرين كأنهم كواكب حولك. نعم فلأن الشمس بطبيعة الحال هو أكبر الكواكب وبالتالي يقول أنت شمس والملوك كواكب فمتى طلعت هذه الشمس لم تعد أن تظهر الكواكب الأخرى فمثلا القمر لا يظهر إلا عندما تغيب الشمس فهذا ما قصد به. فالأول البيت الأول قال فيه بيان إمكان المشبه إمكانية المشبه لما قال الخليفة أو الممدوح أنك بعيد ولكنك كريم كالقمر بعيد ويضيء إمكانية التشبيه هذا نوع اسمه إمكانية التشبيه وهو غرض من أغراض التشبيه. الثاني كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب نجد أنه تشبيه تمثيلي أم غير تمثيلي؟ مرسل كيف؟ نعم تمثيلي تمثيلي يعتبر تمثيلي غير تمثيلي وليس تمثيلي غير تمثيلي غير تمثيلي غير تمثيلي لأنه ليس صورة بصورة وإنما قال كأنك شمس والملوك كواكب ونجد أن وأن الشبه هنا غير منتزع من المتعدي صحيح أنه متفق في الصفات لكن وجه الشبه غير منتزع من المتعدي نجد إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب فمعناها مرسل مفصل نعم مرسل مفصل مرسل مفصل مش مفصل لا لا شوف التشبيه المرسل المفصل مرسل مفصل التشبيه شيء بشيء وفيهما أداة وفيهما وجه الشبه هنا تشبيه شيء بشيء لكن الصورة تسمى تمثيل غير تمثيل لأنها صورة ليست تشبيه فقط وجه الشبه هنا وجه الشبه في اشتراك بالصفات نعم اشتراك بالصفات يقال له تشبيه غير تمثيل لأنها صورة صورة كاملة أيضا قال المتنبي معناها البيت الثاني قال بيان الحال من أغراضه بيان الحال شبهه بالشمس والملك حوله كأنه
شمس وحولها كواكب، إذا طلعت تلك الشمس لا تظهر تلك الكواكب، وإذا كان هو موجود فغيره من الملوك لا قيمة له، هذا ما قصد به. فهذا بيان الحال، بيان الحال. وقال المتنبي في وصف أسد: ما قوبلت عيناه إلا ظنتا، تحت الدجى نار الفريق حلولا. ما قوبلت عيناه، يصف الأسد هنا، وهنا يقصد به في الليل. قال المتنبي يصف عيني الأسد في الظلام بشدة الاحمرار والتوقد، حتى إن من يراهما من بعد يظنهما نار. وحتى القط في الليل، لما تنظر في عيون القط ليلا تظنها مشتعلة، فهذا أسد، يعني أدعى أن يكون عيونه كالنار في الظلام. ما قوبلت عيناه إلا ظنتا، تحت الدجى نار فريق حلولا. يعني لما يرى الأسد ويرى توهج عينيه كأنه يرى أناس قد أشعلوا نار في ليلة، في ليل مظلم، كأنه يعني معناها ما يظهر الناس، تظهر تلك النار فقط، تظهر تلك النار، والأسد أيضا في الليل تظهر عيونه فقط. فيقول هنا التشبيه طبعا كان ليبين مقدار هذا الإحمرار وعظمه، وهذا من أغراض التشبيه، معناها إبانة أو تبيين المقدار، المقدار في كلا النوعين. عيناه إلا ظنتا، تحت الدجى نار الفريق حلولا. صورة ووضع، قال نار الفريق حلولا، هي كأنها عيني الأسد في الليل، نار الفريق حلولا يسمى تشبيه ضمني. قال تعالى في الآية: والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، أو ما هو ببالغه. التشبيه هنا تمثيلي. الذين يدعون من دون الله، يدعون من دونه أو من دون، والذين يدعون من دونه يقصد الذين يدعون الأصنام، الذين والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا ك، هي الأداة هنا، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، يعني كمن يعبئ الماء بأصابعه هكذا وهي مفتوحة ويريد أن يشرب، أكيد لن تصل إلى فمه ولا قطرة ماء. والذين يدعون من دون الله أو من دونه، نقول هؤلاء لا يستجيب لهم لأنهم يدعون أصنام لا تضر ولا تنفع. التشبيه هنا تشبيه تمثيلي. وجه الشبه كلاهما لا يصل إلى مرادهم. وجه الشبه يعني صحيح معنى كلامي، بس الكلمات كيف ستكون؟ الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون إلا لا يستجيبون لهم شيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، عدم الاستفادة، وجه الشبه عدم الاستفادة على كلا الحالتين. نعم. قال أبو الحسن الأنباري في مصلوب، نعم. نرجع. فقلنا الغرض الشعري هنا هو، قال في الآية كلمة إنها تتحدث في شأن من يعبدون الأوثان، وأنهم إذا دعوا آلهتهم لا يستجيبون لهم ولا يرجع إليهم هذا الدعاء بفائدة. وقد أراد الله جل شأنه أن يقرر هذه الحال ويثبتها في الأذهان، فشبه هؤلاء الوثنيين بمن يبسط كفيه إلى الماء ليشرب،
فلا يصل الماء إلى فمه بالبداهة يعني طبيعي، لأنه يخرج من خلال أصابعه ما دامت كفاه مبسوطتان. فالغرض من هذا التشبيه هو تقرير حال المشبه، تقرير حال المشبه مكتوبة في الكتاب، تقرير حال المشبه. ويأتي هذا الغرض حينما يكون المشبه أمرا معنويا، لأن النفس لا تجزم بالمعنويات جزمها الحسيات، فهي بحاجة إلى الإقناع. فمعناها الأول إمكانية المشبه، الثاني حال البيان حال المشبه، الثالث تبيين مقدار هذا التشبيه، وأيضا الرابع هو قال نعم تقرير حال المشبه. وقال أبو الحسن الأنباري في مصروب: مددت يديك نحوه محتفاء أو احتفاء كمدهما إليهم بالهبات، كمدهما إليه بالهبات. أبو الحسن الأنباري قال أحد الشعراء المجيزين، عاش في بغداد. والاحتفاء طبعا هو المبالغة في الإكرام، والهبات جمع هبة والمقصود بها العطية. تمثيلي. نعم التشبيه هنا تمثيلي، هو مصدوق مددت يديك نحوه احتفاء كمدهما إليهم بالهبات، يعني نعم مددت يديك هو مصدوق. أي أنت قلت من مرة قلت لي يديك التعليم ما نخدوش عليه، نخدوش على بيتك هاو يعني. أنا التعليم اللي قبل البيت ما نخدوش به هذاك. يعني إحنا نخذ ركن البيت هاو، التعليم اللي قبل البيت ما نخدوش به. لا أنا قلت بالنسبة لي، لا أنا قلت بالنسبة للتشبيه التمثيلي، قلت تشبيه صورة بصورة، صورة الأولى هنا ماذا؟ هي تشبيه المصلوب وهو يمد يديه، وهذا هذه الصورة، صورة المصلوب وهو يمد اليدين، يقول كمدهما أو كما مددت أو كمدهما، ويقول كمدهما بإليهم بالهبات، يعني أنت تمد يد تريد أن تمد يدك وتطلب المساعدة، وكأنك تطلب منهم، وكأنك إنسان تشحذ منهم أو تطلب منهم العطايا، ويطلب منهم الرحمة، وهم يعني يصورونه بصورة أخرى وكأنه إنسان يطلب العطاء منهم. ليه؟ كأنه يعطي ويجود. هو يجود؟ كمدهما إليهم بالهبات. كمدهما إليهم بالهبات. يعني هم عايزين يضحكوا ولا ما مش حزينة على. إيه هو مددت يديك نحوهم احتفاءً. احتفاءً قال مبالغة في الكرم. احتفاءً. كمدهما إليهم بالهبات. هو يجود بروحه، هو مصلوب. كأنه يجود بماله. ممكن يعني لأنه يحكي بشي يعطوه الهدية شو مش يعمل مش يفرح، وهو مصلوب وما يفرح وما يطلع لكل حال أنا الظاهر لي أنه تشبيه تمثيل. تمثيل. الظاهر لي أنه تشبيه تمثيل. إن كان فهمتها شيء آخر ما أدري. لنرى ما كتب الكاتب. قال: الآية والتي بعدها: وبيت أبي الحسن الأنباري من قصيدة. ما الغرض؟ تزيين. لحظة حتى نقرأ الشرح للكاتب. يقول:
أبي الحسن الأباري من قصيدة نالت شهرة في الأدب العربي لا لشيء إلا أنها حسنت ما أجمع الناس على قبحه ولشم إزاز منه وهو الصلب، ويشبه مد ذراعي المصطوب على الخشبة والناس حوله بمد ذراعيه بالعطاء للسائلين أيام حياته. فمعناها تشبهه وهو يمد يديه طلبا بأن يرحموه من الصلب، وكأنه ليس مصطوبا، كأنه يمد لهم اليد بالعطاء وبالهدايا. نعم، كلام صحيح معناه. والغرض قال من هذا التشبيه التزيين، وأكثر ما يكون هذا النوع في المديح والرثاء والفخر ووصف ما تميل إليه النفوس. والأعرابي في البيت الأخير يتحدث عن امرأته في سخط، يقول وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. لطف يا ربي. نعم. وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. أيضا بأغنية تمثيلي، تمثيلي صورة بصورة. وين الأداة التشبيه؟ توهمته، يعني كأنه، بما معناه، لأنه ليست كأنه إنما بما معناه. فنقول يعني فتحت فمها بالكلام، ويبدو أنهما كان يتعاركا كثيرا. قال حسبته كأن باب جهنم مفتوح فكلاهما يأتي بالشر والعياذ بالله، وجه الشبه. يعني هذه مفهومة شيئا قليلا. أما السابقة مددت يديك نحن مهتفان كمتينا إليهم بالهبات. فمعناها هذا الغرض فيه منه، قال التشبيه والتقبيح. من هذا التشبيه، تشبيه أو التقبيح فقط، نقول التقبيح فقط. نعم. ما قبلت عيناه إلى ظنة في البيت الثالث. أنا ما كنتش عليش ظنة. ظنة ترى هنا مش كما توهمت. خاطر ما كنتش اللي هو ظنة. ظنة إلا ظنة. شوف، أنا اعتبرتي كلمة أداة تشبيه، يأتي تشبيه تمثيل تشبيه صورة بصورة، صح؟ إن كما قلتي صحيح كلامي. وإن أنا اعتبرت كلمة نار الفريق وحلولها اعتبرتها حكمة، فيأتي ضمن. واضح؟ هذاك المقصد الكلام. يعني ممكن حسب كلامك يكون كلام صحيح إن اعتبرنا ظنة على أساس أنها كأداة تشبيه، لكن هي بعيدة قليلا عن ظنة، غير توهمته. لأنه شوفي كأنه يعني فيه شيء من التوهم، كأنه فيه شيء من التوهم. ظنة يعني بعيدة قليلا. فإن اخترتي أنت اقترحتي أنها تمثيلي، لكن أنا سأعطيك إن شاء الله بالأسئلة ما فيها شيء تحيرك ما بين هذا وهذا، لأنه إن كان سأحيركم بالأدب والأبيات الشعرية تصبح صعبة. يعني آتي بأشياء فيها شيء واضح مجزوم، ما نضيع ما بينه وبين. فالسؤال إما نأتي آتيكم بأبيات تستخرج الصورة، إما تشبيه أو مجاز أو حسب ما نقول في منهاجنا. والسؤال الثاني يكون نظري من القواعد التي نكتبها. فالقاعدة تقول لنا أغراض التشبيه كثيرة، منها ما يأتي: بيان إمكان المشبه، وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه له، وهو كالبيت الأول لما شبه المندوح بالبدر، شبه المندوح بالبدر. بيان الحال أو حال حاله، وذلك حينما يكون المشبه غير معروف الصفة قبل التشبيه، فيفيد التشبيه الوصف
مفيد التشبيه الوصف لما قال كأنك شمس والملوك كواكب. بيان مقدار حاله وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه معرفة إجمالية وكان التشبيه يبين مقدار هذه الصفة وهذا في ما قبلت عيناه إلا ظنتان تحت نار تحت الدجنار الفريق حلولا وهذا يبين مقدار التشبيه وحاله. والتي بعدها تقرير الحال يكون كان إذا ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح بالمثال تقرير الحال كما في قوله تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. أنا ساعات أقول من دون الله بس مش عارف من دونه هي بالضمير. والأخيرة قال هي تزيين مشبه أو تقبيحه كما في بيت الشعر الأخير. البيت الأخير والذي قبله. نعم الآن قال ابن الرومي نموذج قال ابن الرومي في مدح إسماعيل بن بلبل وكم أب قد علا بإذن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان والمشبه هنا نوعه وكم أب تمثيلي على الأغلب وكم أب قد علا بإذن ذرى شرف كما على برسول الله عدنان يعني علو الأب بالإبن معناها المشبه هنا علو الأب بالإبن والمشبه به هو علو عدنان بالرسول عليه الصلاة والسلام يعني عدنان هو قبل الرسول عليه الصلاة والسلام بكثير ولكن من نسبه الشريف نبدأ في السيرة بحفظه من محمد إلى عدنان عليه يعني ما نقول عليه السلام نقول على رسولنا السلام وإنما عدنان هو من نسب الرسول عليه الصلاة والسلام وكان قبل الإسلام بكثير يعني بمئات السنين وبالتالي بما أنه من نسب الرسول عليه الصلاة والسلام فهو يعني نعم شرف به أحسن يا موسى. فنقول علو عدنان بالرسول يعني وجه الشبه قال ارتفاع شأن الأول بالآخر ارتفاع شأن الأول بالآخر ويعني حتى في واقع الحال كم من الناس يكون الأب سيء السمعة ويأتي الولد ما شاء الله عليه فترتفع قيمة الأب من أجل ابنه فيقول وكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان فنقول وقال تشبيه الأول أن الابن أن الأب يعلو بقدر ابنه هذه صورة والرسول عدنان يعلو بنسب الرسول عليه الصلاة والسلام منه صح؟ والكاف هي الأداة كاف ليست صورة بصورة إن لم تكن صورة بصورة ما هي؟ ترى يهدمني؟ فما هذا التشبيه؟ أي منعه إن لم يكن تمثيلي منعه أنا ما أرى غير التمثيل الصدر هو مفصل كيف مفصل؟ فما كل شيء الوجه شبه ارتفاع الشأن وال يصف إيه لكن أنا لدي صورة كاملة في الأول أقول أب على ابنه شرفا هذه صورة والثانية علو عدنان بنسب الرسول عليه الصلاة والسلام منه تمام لدي صورتين الرابط بينهما هي أداة الشبه أداة الشبه هذه ربطت صورة بصورة
وجه الشبه منتزع من متعدد، كلاهما أب وكلاهما ابن، صح؟ الأب والابن والرسول أبناء عدنان. الرسول أنا قف في السورة الأولانية برشا حاجات، لهنا أب وابن أنا مهم الاشتراك بنفس الأشياء، الاشتراك بنفس الأشياء، وجه الشبه منتزع من متعدد. في الصورتين أباء، في الصورتين أبناء، في الصورتين علو الشأن سواء في الأولى أو في الثانية. في الصورة الأولى أب وفي الصورة الثانية أب. ما اختلفنا. إيه مش أب، معناها إحنا قلنا في الاسم. تشبيه تمثيلي بنتي، تشبيه تمثيلي يا سماء، ركزي معي. تشبيه تمثيلي، صورة في صورة، واضح؟ وبينهما أداة. الصورة الأولى والصورة الثانية فيها وجه شبه منتزع من متعدد، واضح؟ المتعدد الآن في الصورتين أب عدنان، واضح؟ ابن رسول عليه السلام، علو الأب بالابن وعلو عدنان بالرسول عليه الصلاة والسلام. معناها نقول هذا تشبيه تمثيلي، صورة بصورة وربطهما بأداة ووجه الشبه منتزع من متعدد، واضح؟ والله أعلم، يعني أنا هذا ما أرى، يعني إن وجدت غيره في كتب أخرى إيتني به. وقال أبو الطيب في المديح: أرى كل ذي جود إليك مصيره كأنك بحر والملوك جداول. أرى كل ذي جود إليك مصيره كأنك بحر والملوك جداول. أنا ما أرى إلا تشبيه مجمل، تشبيه مجمل في العجوز، في الصدر كله تشبيه والعجوز كله تشبيه، يعني قلنا التشبيهين لا، صورة الجداول والبحر. الشرط الأول، الشرط الأول أرى كل ذي جود إليك مصيره، يعني الناس الجوادة في الحياة كلها تشبهك، كلها مثلك، تعود إليك، تعود إليك، يعني كيف كيف يعني مثيل لك، كالبحر، كأنك يرجع إلى الممدوح أو المشبه، يقول أنت كأنك بحر، فمعناها هنا التشبيه مرسل مجمل. لماذا؟ حذف وجه الشبه. والملوك جداول تشبيه بليغ. لكن الصدر في حد ذاته صورة، والعجوز صورة ثانية. البحر والجداول تصبوا فيه. وأين البحر؟ كله ذي جود. البحر والملوك جداول. البحر هو ذو الجود. كله. نعم. أرى كل ذي جود إليك مصيره. يعني الجداول. كأنك بحر. البحر يعني. نعم. البحر من البحر. كأنك بحر والملوك جداول. هو أرى كل ذي جود إليك مصيره. نعم ممكن، ممكن البيت كامل تعتبريك تشبيه تمثيلي. أنا اعتبرتي أن كل ذي جود هو عبارة عن نهر، وكلمة مصير هي بحر. نعم، وكأنك بحر والملوك جداول تشبيه صورة بصورة أخرى، وفيه مرسل مجمل كأنك بحر والملوك جداول فيها تشبيه بليغ، لكن يعني تحتاج الى جهد. يعني حتى المتعدد هنا كانه هو بيدو، معناها انت انت، يعني كانه مش صوره من صوره. ما الصوره الاولى غير واضحه، الصوره الاولى غير واضحه بشكل جلي، لكن ممكن يستنتج الانسان استنتاج. يعني كل ذي جودين، يعني كانه نهر، عباره عن نهر. واليك مصيره، يعني مصير الانهار الكل الى البحار. هذا ما قصدته هي، لكنه يعني فيه كما يقولون تكلف، صعوبة. المهم هو مشروح على كل حال. الملوك جداول، الاستمداد من شيء أعظم وهو بيان حال المشبه، فمعناها هو ما أتانا غير بالملوك جداول
قال الاستدلال لشيء اعظم بيان حال المشبه الضمير فيه كانك بحر العظم بيان حال المشبه ايضا والاولى علو الابن بالاب الابن وعلو عدنان بالرسول ارتفاع شان الاول بالاخر وان كان المشبه تشبيه هي اعتبرته يعني في تشبيه ذكره هو في الجواب لا هو هنا لم يبين لنا انواع التشبيه نحن يعني اجتهدنا وبينا انواع التشبيه وبين لنا هنا اغراض اغراض التشبيه ما ذكرش مشبه ومشبه في اللغه اي ما ذكرها هو اراد فقط ان يبين فقط اغراض التشبيه يعني ركز على اغراض التشبيه ما اظهر كل التشابه الموجوده فيه على كل حال بين الغرض من كل تشبيه فيما يأتي هذا حاولوا يشتغلوا فيه في المنتج اللي تنجموا سووا واللي ما تنجموش خلوا طبعا في المرة القادمة إن شاء الله نلخص تلخيص بسيط وندخل إلى المجاز اللغوي المجاز اللغوي في تصريحات واستعارات تشبيه المقلوب فيها تمارين على كل حال بالنسبة للتشبيه المقلوب اللي تعرفوه اعملوا لي ما تعرفوش انا ان شاء الله سارجع لكم في الدرس القادم ان شاء الله سبحان ربي الجبار يعني تعالى نسكن سنة ونسلم الحمد لله رب العالمين نصلي الظهر ونعود ان شاء الله